السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، واذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل حزمة اكثر من 25 قالب او اطار للشروحات. طبعا هذا القوالب بخلفية واطار جدا احترافي لشروحات الهواتف. طبعا الناس ما تشوفون هذا هو، اوكي، تحط الشرح اللي تشرحها، يعني تصور هاتفك، تصور سطح الهاتف، تحطه هنا في الوسط. فانا بشرح لك كيف تعدل على هذا الاطارات او هذا القوالب. طبعا اطارات اكثر من 25 اطار باشكال وانواع واشكال والوان مختلفه. فقبل كل شيء، قبل ما اشرح لكم طريقه الاستخدام، فطريقة التحميل جدا سهل. افتح الوصف بتحصل رابط التدوينة او الموقع الخاص بك. كل ما عليك ان تدخل على رابط التدوينة، تنزل لتحت بتحصل رابط التحميل من ميديا فاير، رابط تحميل الحزمة برابط وملف واحد من ميديا فاير. بتضغط على الرابط بيوديك لصفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك موقع ميديا فاير. هذا الموقع تضغط على التحميل داونلود مستطيل الاضرب، فيبدأ تحميل اطارات مباشره في جهازك. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط، اضغط على كليك يمين، اضغط اكستراكتر او استخراج يعني او فك الضغط، فيبدا ينتج لك هذا الملف. تفتح الملف بتحصل اكثر من 25 اطار. نفتح الاطار الاول، ناس ما يشوفون هذا اول اطارات بانواع واشكال والوان جدا احترافيه للمونتاج. اوكي، الحين راح بشرح لك كيف تستخدم هذه الاطارات، كيف تحط لمقاطعك، كيف تستخدم مقاطعك اللي تصور الجوال، تصور سطح الجوال، كيف تحطه في القالب. كل ما عليك انك تفتح برنامج، اي برنامج مونتاج، اي برنامج مونتاج، تسحب اي اطار تريد، تسحب اي اطار. مثلا بختار هذا الاطار مثلا او هذا الاطار، تحطه في البرنامج المونتاج، وتحط ال 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 الفيديو او الفيديو اللي صورته، فيديو سطح المكتب للهاتف اللي صورته، تريد تشرح شروحات، اوكي؟ تسحب الفيديو، اوكي؟ بعد ما تسحب الفيديو، ناس ما يشوفون هذا هو الفيديو، اوكي، هذا هو الفيديو، شوفوا، اوكي. الحين نحط الاطار، نروح للاطار، اوكي، فوق او تحت ما تفرق، وين تبي تحطه حطه، اوكي. هذا هو تخليه تحت احسن، حتى ما يحتاج انك تزيل الكرومه. ناس ما يشوفون تم اضافه، شوفوا، تم إضافة الإطار مباشرة في الهاتف، شوف هذا هو، تم إضافة الفيديو أو الشرح اللي شرحته مباشرة في الإطار، وبس تحفظ الفيديو مباشرة في جهازك. وبس هذا هو طريقة التعديل، طريقة إضافة الإطار في القالب. تقدر تعدل عليها مثلا لو الفيديو طويل، تقدر تضبط من هنا، أوكي، تخلي مناسب للإطار، أوكي. ناس مجمع توسع. الحين الناس بيشوفون لو نشغل الفيديو، شوفوا الحين ضبطنا الفيديو. بس هذا هو طريقة التعديل. بس اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة. هذا هو افضل اطارات بانواع واشكال مختلفة. انصح الكل يحمل هذه الاطارات، يعني حتى تكون الشرح اللي ترفع الفيديوهات اللي ترفع على اليوتيوب بالشكل يعني احترافي، حتى تبهر اصدقائك او تبهر مشتركينك بهذه الاطارات، حتى تزيد من مشتركين قناتك. بس هذا هو المقطع. بس مع السلامة.